يوم 15/9 الاهلي هيلاعب اتحاد العاصمه في الطائف. يوم 15/9 الاتحاد الافريقي بعت للنادي الاهلي: احنا عاوزين اللعيبه يعني قائمه اللعيبه بتوعك وبتاع اتحاد العاصمه، عايزين لغايه يوم 31/8، يعني قدامنا 3 ايام او يومين ونص، والنادي الاهلي يا في مهاجم يا استاذه هبه يا اما ما خلاص كده الاهلي بقى ايه، يتوكل على الله وعلى كهربا وصلاح محسن وتاو. يعني انا عندي مصيبه سودة. يعني هو تاو راجل يعني الحمد لله فنان وكل حاجه، بس قصير، يعني هيرتقي ازاي ويلعب بالهيد مثلا جوه الصندوق؟ محمد شريف مش موجود. صلاح محسن، هل صلاح محسن فجأة هنشوف صلاح محسن جديد؟ هنخاطر 3 شهور كاملين قبل يناير عشان خاطر نشوف اذا كان صلاح. طب افرض اصاب لا قدر الله الاستاذ محمد ابو الفضل حبيبنا، اهلا بيك دائما طبعا، الاهلي في حته تانية، والاستاذ اسلام منورنا. طيب بعد كده طبعا احنا عندنا 3 اصابات باذن الله تعالى، 3 اصابات مش جامدين، يعني طاهر عنده التواء في الكاحل 3 4 ايام، ياسر عمليه جراحيه بسيطه في صباع رجله هتاخد لها 3 ايام برضو، عمرو السوليه الاصابه اللي احنا عارفينها اصابه في الخلفيه، ربنا يستر، وهنشوف يا استاذ محمود الوضع معاه ايه. وعندك دلوقتي سوزا لما بعت وقال خلاص انا مفيش امل، مفيش خلاص مش هرجع، سوزا خلاص بقى اصبح في خبر كان مش موجود في النادي الاهلي. سوزا مش من افضل المهاجمين، هو كان فرصه بس، فهو في يناير هيرجع يعني يلعب فري للنادي الاهلي. انما انت عندك النادي الاهلي عنده بطولات جمع، عنده بطوله كاس السوبر الافريقي الاستاذ شريف، وهقرا حالا التعليقات بتاع حضراتكم. عندك بطوله دوري ابطال افريقيا، وعندك كاس العالم في السعوديه، وعندك ارتباطات بجانب يعني الدوري المصري، وكم مباراه كده في دوري ابطال افريقيا. يعني لا ده مهم جدا جدا جدا، انت بتتكلم عن 3 بطولات 4 بطولات، 3 بطولات فيهم 19 مليون دولار. انت عشان خاطر مهاجم النهارده الجماهير قاعده قلقانه. انت عندك دلوقتي ما شاء الله من حارس المرمى الى رقم بقى خط 6 و8 و10، تمام، احنا ناقصنا 9، واحد يلعب في صندوق رقم 9 اللي هو صندوق الخصم، ويجيب اجوان او يترجم. احنا ضاعت علينا اهداف بالجمله امام فلامينجو، امام ريال مدريد، كان ممكن يعني على الاقل نضمن البرونزيه. شفنا انفرادات لمحمد شريف وغيره، شفنا والانفراد ايه؟ الانفراد بيضيع ويرتد هدف على النادي الاهلي. فانت عندك، انت لما يكون عندك السكواد كله تمام ومفيش ترجمه حقيقيه، مفيش حلول فرديه، مفيش قدرة على اللعب، ازاي توقف الكرة جوه الصندوق؟ ازاي تلعب بالهيد؟ ازاي توقف الكرة؟ ازاي ترقص؟ المهاجم صفة المهاجم القوة الطول البدنية بتاعته تكون يخوف المدافع بتاع الخصم. يعني معلش تو لو حد نفخ كده ولا حاجة تو، يعني برضو يعني الحرفنة مش كفاية، حرفنة حسين الشحات وتاو مش كفاية، احنا عاوزين مهاجم يترجم يخوف يوسع للطرفين كمان. يعني المهاجم مستو مش بيجيب جوان بس، انما بيوسع لانه بياخد 2 باكات معاه وبيوسع الاطراف انهم يلعبوا بارتياحية او ممكن يهدفوا، او واحد جاي من 8 او 6 يشوط شوطة كده زي مروان عطية او الحاجة وتدخل جون او السولية. فهو احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في حالة يعني عدم قدوم مهاجم. طيب النادي الاهلي دلوقتي مركز في البدائل، النادي الاهلي مركز في البدائل. طيب البدائل مين؟ مفيش حد عارف حاجه، ولو حد قال لك انه عارف يبقى كذاب، لان الوضع الان يعني مش تمام. طيب انا في حاجات برضو يعني اتكلمنا عن بعض الحاجات، واتكلمنا عن نقطه في اول البدايه، يا ريت الاخوه اللي دخلوا بعد كده يشوفوا اول 5 دقائق، مهمين جدا جدا في الكلام على بعض اليوتيوبر الاهلاويه اللي هم يخفضوا شويه نغمه الانفرادات، نغمه الاتهامات لقنوات الاهلاويه لاخواتهم، السطو على الانفراد بتاعي، ليه ما قالش اسمي؟ احنا مش في سوق، احنا مش في سويقه، ده مش برستيج يوتيوبر اهلاوي، يا اما حضرتك بقى ايه تشوف شغلانه تانيه غير كده.
لبش بالظبط كده يا استاذ محمد ابو الفضل حبيبي ومنورنا. بيشتكاش ده التركي طالب 10 مليون في موليكا، طالب 10 وموليكا مش صغير، هو لاعب جامد يفيدك موسم واتنين لا اكثر، انما هو مش في مستوى ان هو يعني اللاعب اللي هو هيرعب مانشستر سيتي مثلا، انما ممكن يكون رادع شويه للاتحاد السعودي لو نلعب قصده في كاس العالم او كده. الموضوع بقى صعب فعلا يا دكتوره منى، الموضوع بقى صعب. وبعدين انا بحزن جدا 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 لما من ضمن اسباب ولو 2% الى 20% من افشال الصفقات الزحام من اليوتيوبر على الاستباق الاحداث. استباق الاحداث، وانا بقول الكلام ده بقالي شهرين لاني يعني بشم الحاجات ديت من سننا، مش موضوع ان انا راجل مثلا عبقري او بتاع، لا احنا بنستشعر الموضوع لاني افضل حد يتكلم على النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي واحد من عشاق وجماهير النادي الاهلي، مش واحد واخد وظيفته الإعلامية ويفتح بيها قناة يوتيوب ويتفرعن ويقول لك أنا اللي بيجي لي الأخبار الأول وأنا اللي شميت وأنا صاحب اللاعب فلان وأنا برجل مسلوخة. لأ، يا ريت نهدى شوية، يا ريت نسيب النادي الأهلي، الأهلي مضغوط، الأهلي يا جماعة بصوا هقول لكم كده حاجة خارج الكابتن الخطيب قال نفس الكلام اللي الجماهير اللي زينا احنا بنقوله، مش اليوتيوبر الاهلاوية الاعلاميين، الجماهير اعقلوا الكلام مع حضراتكم، وانتوا حضراتكم ناس افاضل على دماغنا. البعض اليوتيوبر يعني مفكر ان النادي الاهلي ده ملكه، ان هو النجم السوبر الستار جوه النادي الاهلي عشان بيدخل النادي الاهلي او فتبص تلاقي طريقة كلامه غير طريقة كلام واحد من جماهير النادي الأهلي اللي زي حضراتكم مثلا بيتكلم عن النادي الأهلي. بالظبط يا دكتورة منى، بالظبط. وزي ما كلمت حضراتكم لايف 30 40 دقيقة منهم 20 دقيقة الكلام عن الأنا، الكلام عن إن أنا اللي بعمل، أنا اللي قلت الأول، أنا اللي مش عارف إيه، وسوزة ومش عارف. لو حد قال يعني سبحان الله، خلي بالكم الكلمة دي أوي اللي أنا بقولها. في ثلاثة أربعة لو حضراتكم سألتهم يقول لك أنا أول واحد قلت سوزة مش هيجي، ونفسه لو سوزة كان مضى امبارح كان يقول لك أنا أول حد كنت بأكد إن سوزة جاي ومضى للنادي الأهلي. أتحدى وأقسم بالله لو حضراتكم فتحتوا اللايفات بتاعتهم في الشهر اللي فات هتلاقي الاقتراحين موجودين، يبقى متحضر. أنا أول حد إن أنا قلت سوزة فشل، أنا أول حد قلت سوزة هيجي. وانتوا حضراتكم شاهدين بعد ربنا سبحانه وتعالى قلت لحضراتكم ايه، انا عن نفسي احساسي من جوه سوزا ما ينفعش مع النادي الاهلي حاليا، لان انا اتمنى لاعب افريقي. اشتغلوا على افريقيا، الرجاء المغربي بياخد بواليا ولا بياخد اي حد افريقي ب 200 الف دولار. الرجاء التونسي اللي انت بتترعب وانت بتقابله، طبعا الاهلي لا او غيره، بيجيب اللاعب ب 80,000 دولار اقصاها 300,000 دولار. انت ليه الاهلي، ليه يا بيبو، ليه يا استاذ امير، ليه يا كابتن عدل اللي احنا بنفتخر بيك، متجهين على اوروبا. اللاعب الاوروبي اللي هينزل الوطن العربي ليه ما ينزلش على السعوديه؟ السعوديه دلوقتي سعر اللاعب اللي كان بمليون دولار بقى ب 30 مليون دولار او يورو. فاحنا ليه شغالين على اوروبا؟ ليه شغالين على جنوب امريكا؟ يا جماعة أفريقيا فيها مناجم ذهب، مناجم ذهب من 18 سنة وانت طالع. ما تجيب لاعب وتصبر عليه سنة واتنين، ما تشتغل كويس على الضو كريستو، ما تشتغل كويس على اللي عندك، والله ما ينفع. بس ده ليه بقى؟ لأن الكلمة اللي أنا كنت عايز أقولها من شوية، الكابتن الخطيب بيقول لك الضغوط اللي كانت علينا واللي جاي أصعب. اللي جاي أصعب ليه؟ احتواء الزمالك، احتواء حبيبنا الاستاذ خالد الاتريبي بيقول عوده الاحتواء. انا هستاذنه واقول له مفيش عوده احتواء يا كابتن اتريبي حبيبنا يا اعلامي يا خلوق، واحنا بنحبك كلنا. الاحتواء مستمر من 1930. هو يمكن زياده في الاحتواء او دعم الاحتواء للزمالك. انت شايف دلوقتي عايزين يمشوا فيريرا، عايزين يجيبوا عصام عبد الفتاح اللي اتدحلب ورجع ظهوره ظهر. حازم امام بدا يقول بالمفتشر انا بدعم الزمالك، عيني عينك.
رئيس الزمالك الجديد انا او رئيس اللجنه الثلاثيه، ما اعرفش اسم حضرته ولا ما اعرفوش قوي، ما اعرفش اسمه، سياده اللي هو حسن ولا ايه، بيقول لك ان كل ديون الزمالك هتمشي، كل كذا، وشعب الزمالك وكلام. انا طبعا بنتقد كلمه شعب الزمالك، ما فيش حاجه اسمها شعب الزمالك، فيها حاجه اسمها شعب مصر. شعب مصر ايد واحده، شعب مصر ايد واحده، من اسوان لاسكندريه بالغصب عني وعن حضرتك وعن اي حد. شعب مصر واحد ويفضل واحد. الكوره دي هو انتماءات رياضيه، ملهاش دعوه باديان ولا وطن ولا حاجه، ده انتماء رياضي سيادتك، انتماء رياضي. يعني الماتش بيخلص بنحفل على حبايبنا الزملكاويه نص ساعه ونخلص ونشوف البطوله اللي جايه. دكتور منذر، فخلي عند اهلكوا دم، عشان مصر اهم منك ومن الزمالك ومن الاهلي ومن كل الناس. بس انا معلش انا صريح وبجيبها لك من الاخر. فهو الضغوط اللي بعد كده ضغوط الماده، ضغوط الماده ان دوله زي السعوديه هترعب خلاص دلوقتي. انسى بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونه، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد في الضياع بقاله 10 سنين، وعندك الانديه البرازيليه اللي خلاص هيلطموا كل لاعب، هي خلاص هيطلع على المنصه. هيروح على، شفنا محمد صلاح، محمد صلاح الرموز بتوع ليفربول بيقول اوعى تفرط في صلاح حتى لو ب 200 مليون جنيه استرليني، والسعوديه مصممه تجيب صلاح حتى لو هيصل العرض ال 200 مليون، والحمد لله احنا قلنا الكلام ده من حوالي اسبوعين، هيصل العرض ال 200 مليون. فقدام الفلوس هتضعف النفوس، الله اعلم، احنا ما نعرفش. المهم احنا في واقع مرير، واقع انا حزين من جوايا، حزين من جوايا. ليه؟ لان فرص انديه كبيره زي الاهلي والزمالك والاتحاد والانديه الفقيره، احنا فوق. ايوه نعم، ان النادي الاهلي بيتكلم على 3 مليار مش عارف ايه، 3 مليار جنيه دول ايه؟ ده 3 مليار عزومه الحلو اللي جاي جديد في المنتخب السعودي، في النصر السعودي، ولا مش عارف. احنا بنتكلم على ارقام يعني. انا خلاص يعني، هل كرة القدم هتستمر على كده؟ هل هنشوف كاس عالم ان نلاقي اللعيبه دول بيمثلوا بلادهم، بيقول لك ده بيلعب في الدوري السعودي، وننسى الدوري الاسباني مثلا، ولا الدوري الالماني، ولا الدوري الفرنسي، ولا الايطالي، ولا الانجليزي؟ هل احنا نصل لكده؟ ربنا يستر. وده الكلام بتاع الخطيب، لازم يا كابتن دياب، الموضوع مش موضوع انك تزور نتيجة لاعب في استفتاء او مش عارف، او تطلع تويتر. احنا بالغصب عن اي حد، شاء من شاء وابى من ابى، الدوري المصري والديربي المصري. يا عم فتح عينيك وهتشوف البلاوي الزرقاء اللي انتوا بتتسببوا فيها، ما اعرفش بقى بسذاجة او بقصد. يا استاذ محمد زكريا حبيبنا، ده انت المنور، واشكر حضراتكم. انا مش عايز اطول كتير والله، بس الموضوع مخزي مخزي مخزي. طب موضوع اخر كلام في موضوع المهاجم، ادوا الاهلي يوم الاثنين الصبح، مفيش مهاجم، انسى مهاجم يوك، مفيش مهاجم ليناير 2024. هيجيبوا بقى سوزا ببلاش في يناير، المكان بتاعه يبقى محفوظ. اقتراحنا ايه؟ القندوس يلعب، القندوس يكمل مع الاهلي، ويبدا يروح اعاره في لسيراميكا في شهر يناير، والله اعلم. ده اقتراحي. انما احنا هنجيب في اللشواطه ديت كله، طبعا كله متجه يا دكتوره منى للنانوس. الاقتراح دلوقتي هو اللي بتاعنا احنا دلوقتي، لو جبنا بصربع موليكا 5 مليون كنا بنقول كتير، انما لما يقول لك 10 مليون عشان عارفين الاهلي متصربع، لا يا عم طلع يا عم. احنا كجماهير بقى ندعم، احنا كجماهير ندي ايحاء لكولر ان احنا بندعم اللعيبه المحليين بتوعنا، ونستحمل ونعمل حاجه ان شاء الله. نقدر كده ان في لاعب مهاجم مش عارف جيب ب5 مليون، واللي مش عارف ايه وايه، وحصل له بقى اي اصابه قعد فيها 3 شهور. مفيش حل غير كده، احنا لازم ندعم، احنا بالغصب عننا هندعم. مين إدارة النادي الأهلي مش فاشلة، إدارة النادي الأهلي لو فاشلة مش هتحتفل بخمس بطولات على مدار موسم. السنة دي الأهلي لو خد كمان بطولتين هيبقى النادي رقم واحد في العالم على مر التاريخ، ياخد 6 بطولات في عام واحد مش في موسم. فهو إن شاء الله تعالى إحنا مع النادي الأهلي،
انما المشكله بتاع النادي الاهلي في الاخر ان ميزانيه المهاجم السفاح مش موجوده، عندنا تحديات، عندنا ضغوطات، عندنا تبويض صفقات. تبويض صفقات ده الله اعلم مين اللي بيدخل من ورا الظهر يبوظها. ليس كل ما يعرف يقال زي ما بيقولوا، يعني احنا مش عارفين اللي بيحصل. في حد بقى في شوال داخل في الموضوع، في حد الواد السفاح السنغالي ده حد دخل عليه اللي عنده 25 سنه، ربنا يستر والله اعلم ايه اللي بيحصل. فهو المهاجم خلال 48 ساعه، اسم المهاجم مش معروف، موليكا مش موجود في الليسته بتاع النادي الاهلي، ماله خلاص، سوزا مش موجود ليناير، سوزا لسه في امل 2 او 3% ان هو فعلا خلال ال 48 ساعه يجي. ممكن يكون عمل التويته دي بس كضغط، ممكن يكون عمل التويته. هل قدر؟ انا مش مصدق يا جماعه في النادي عارف ان في لاعب هيمشي بعد 3 شهور بيقول لك لا انا هخليه عشان خاطر المدرب عاوزه. انا مش مصدق الحته دي، افتكروا الكلمه دي كويس، انا مش مصدقها. بالعقل مش هتتصدق، بالعقل مش هتتصدق. ده نادي كوري، ها، مش نادي فيوتشر او بيراميدز، لا، نادي ونادي بيلعب يعني وله كمان مكانه في الدوري الكوري. فالمجلس مش فاشل، لكن في بقى عيب، في عيب ولازم نواجه هذا العيب وبنقوله من زمان، اللي هو ايه؟ البطء في القرارات، البيروقراطية اللي موجودة في إدارة النادي الأهلي، القدرة المالية النادي الأهلي ملوش ذنب فيها، أوضة اللبس، إنك تحافظ على أوضة اللبس، يعني أنت تجيب موليكا ب 10 مليون وأوضة اللبس هتبقى مرتاحة. في مقولة تعجبني جدا، يقول لك الوينج الشمال والوينج اليمين والباك مش عارف إيه والمدافع ما تقارنش سعره بسعر مهاجم بيترجم الفرص لأهداف. المهاجم بيبقى فيه مهاجم سوبر، يعني على سبيل المثال ولا الحصر مثلا، لما نشوف ميسي سعره مقابل لعيبه بتلعب جنبه من السماء والارض، او كريستيانو رونالدو او غيره او غيره او غيره، فهو ده في المنطق يقول لك كده. فهو ده مش السبب الرئيسي، انا شايف ان السبب الرئيسي هو مش في شخص بقى، مش عايز اقول امير توفيق ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا، المنظومه باجملها في لجنات التخطيط والتعاقدات جوه النادي الاهلي لازم يعاد النظر فيها، رقم واحد. رقم اثنين، البطء في القرارات. لازم، احنا عايشين في سنة 23، لازم نواجه نفسنا ان احنا عندنا بيروقراطية ملهاش لازمة يا كابتن بيبو. لازم يبقى عندك حيطة وحذر، ولازم تحافظ على اوضة اللبس في قناة النادي الاهلي، ها، وفي درابيس الانفاق النادي الاهلي في البتاع، ما تخليش اعلامي يحط مناخيره ويطلع كلامك بره عشان يفيد واحد عامل قناه يوتيوب. يا ريت تلعبوا على النقطه ديت، ها. فهو ده انا رايي الشخصي والله اعلم. المهم انا ده كل ما لدينا، نرجو محاسبه او نرجو ان يراجع اللي بيحصل من سياده الوزير والطرمخه على اللي بيحصل في المنظومة كلها عامة، خاصة في تفسير مادي ومعنوي ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك، ان نلاقي نادي مولود من جديد ما عليهوش اي عقوبات ولا غرامات. يا استاذة هبة، ها، خبر ايه يا استاذة هبة اللي بتقولي على حضرتك عشان انا عايز اقفل، بس خبر ايه يا استاذة هبة؟ الزمالك جاي لهم، الزمالك جاي لهم 6 رعاة. ما هو احنا بنتكلم في الحته ديت، ما هو ده 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 هو ده الخطيب قالها يا استاذه هبه، الخطيب قالها، اللي جاي اصعب، اللي جاي اصعب داخليا من استمرار احتواء الزمالك، واللي من بره والدكتور منذر، فربنا اليوتيوب يوقفه عن تسريب المعلومات. ايوه، يا ريت يا دكتور منذر، يا ريت يا دكتور منذر. 6 رعاة، ماشي، يجي لهم 6 رعاة، يجي لهم مش عارف ايه، يجي لهم ايه، هو كل ده هيحصل. واحنا قلنا، الراجل قال، واحنا قلنا من اسبوع، ان اللي حلو ده اللي جه مسك بيقول لك انتظروا خلال 48 ساعة، مفيش ديون، مفيش عقوبات، مفيش مش عارف قيد، وقف قيد، مفيش. فخلينا، عموما احنا بنحب كده، عموما احنا عاوزين الزمالك قوي جوه أرضية الملعب. احنا المصيبة عندنا السودة يا دكتور منذر، احنا هل الاحتواء هيستمر ماديا وكمان في الحكام؟ هي دي المصيبة السودة. عصام عبد الفتاح رجع ليه؟ بيعمل ايه دلوقتي؟ هل هم منتظرين هيعملوا ايه؟ ها؟
حبيبنا يا دكتور منذر الله يكرمك، وتحياتنا للناس اللي كان طبعا حبيبنا، كل الناس بتوع كمان اسود افريقيا اسما كل دول لازم. فهو ان شاء الله ما تقلقوش. انا اشكر انكم بتابعونا، واسف للاطاله، واسف ان انا مش انما ان شاء الله تعالى دايما كده بالليل في الساعات، يعني الساعه 10 تقريبا ليلا، في الايام اللي جايه معانا دايما باذن الله تعالى استاذ احمد سعد حبيبي. ربنا يكرمك، اهلا بيك موجود معانا، وارجو يعني ان احنا نشوف باذن الله تعالى، تشوف اللايف من اوله لو المحتوى عجبك باذن الله. المهم المحتوى اللي عجب حضرتك اضرب لايك كده وادعمنا، وان شاء الله تعالى نشوف بعض قريبا باذن الله. وتحياتنا من مصر الغاليه، مصر الجميله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.